لأن المرأة في الإمارات ثرية بدعم الرجل، قررت واجه حلبة الإعلام. ما تخيل نفسي في مجال مختلف، كل يوم هو يوم مختلف بالنسبة لي، ما يشبه اليوم اللي قبله. الإعلام هو مرآة ذاتي، يشبهني، سريع، متجدد، دايناميك. نحن نشأنا في دولة نبحث فيها عن التحديات، التحديات هي اللي تصنع المعجزات، تعلمنا أن نخلق الفرص من التحديات. بالنسبة لي، مواكبة التطوير في مجال الإعلام حسب معايير ومقاييس عالمية، هذا هو التحدي. الإصرار على الهدف هو سر النجاح، والشغف مفتاح كل حلم. أصروا على ما تحبون، فإذا أحببتم أنجزتم. دورة واحدة والعالم لكِ.